مشاركتي تتمثل في أنه الحياة السياسية في الإسلام أعطانا الرسول صلى الله عليه وسلم جل نظريات اللي ندعو لها إسقاطات في حياتنا اليومية. هذا أولا. ثانيا، القلب يميل إلى كل قلب هين لين، بمعنى لازم الإنسان يكون عنده اللين في التعامل حتى في الحياة السياسية. إحنا عندنا مشكل كبير في الأنظمة العربية، يحكموا بشدة، ما كانش هذاك اللين، هذاك اللين وهذاك البساطة في التعامل، بمعنى عندهم القوة هي الشدة اللي يحكموا بها الشعوب. هذا مشكل كبير يعاني منه كل العرب، جل العرب يعانوا منه. هذه موجودة عند العرب؟ أكيد موجودة عند الأنظمة العربية. طيب شو المشكلة برأيك؟ أنا المشكل برأيي أنه ما زاغوا عن الطريق، ما تاخذوش الإسلام كمنبر للجوء إلى الحياة السياسية، بمعنى حتى في صنع القوانين نمحو بلي ما كاش أشياء اللي قالنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الدين الإسلامي تاعنا في القرآن الكريم يطبقوها. طيب أنا أريد أن أناديك باسمك، الاسم باللغة اللاتينية أو الأجنبية يعني عربية. الاسم ما هو؟ اسمك خيتر جميلة. خيتر جميلة. جميلة. خيتر جميلة. يا أهلا ومرحبا. طيب أنا أريد أن أسألك سؤال قبل أن أختم معك أو قبل أن تنتهي هذه المشاركة. برأيك إذا طبق الإسلام في هذه النقطة وطبقت المنطلقات التي تحدث عنها الأستاذ زهير قبل قليل، اللي هي المنطلقات العامة التي وضعها وشرعها الإسلام في أي مكان في العالم، هل برأيك هذه النتيجة السلبية التي تتحدثي عنها ستزول أو تخف على الأقل؟ أكيد ستزول. أكيد. طيب لأن الإسلام دستور حياة، بمعنى كنت تمسكوا بالإسلام خلاص راح نستغنوا على المشاكل اللي تواجهنا يوميا بالحياة السياسية واللي تواجهنا في الحياة الاجتماعية.